عمر رحمه الله تعالى وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ هانين؟ اموركم مزيانه؟ كي دايره مع التسرودات؟ المهم اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا عندي فوق الطبله، يعني داكشي شويه عجيب غريب. اش غادي ندير اليوم؟ غادي ندير معكم واحد المسحوق متعدد الاستعمالات، وكينفع الصراحه، كينفع بزاف بزاف بزاف، وكتهناو ما داك شريها مع تمسحوق تاع هذا ديال الماعن، هذا تاع الحوايج، هذا تاع المعشناوة. المهم هذا تقدروا يعني كتستعملوه لكل شيء، تغسلوا به الماعن، تجفوا به، تغسلوا به الحوايج. المهم صراحة كينفع بزاف. فايت انا كنت مصايبه شحال هادي، وكنت زدت عليه حتى صابون البلدي، كنت حكيت به الارض، عرفتي خرج لي الارض، كتبري. انا ديجا عندي الارض، عندي مشكل في الارض، انه داير لي واحد بحال بلاستيك اللي طاحت فيه، كفحال كيشربوا صافي، عرفتي داك البقع كيبقاو هكاك مدايرين، وكان كنقالي غير باش نحيد داكشي. المهم هذا كان نفعني، كنت درت واحد الحكه مزيان للدار، وكان نقاها ليا مزيان. المهم بالنسبه لهذا المسحوق، يعني غادي ينفعكم مزيان، يعني غتهناو من داك الشري شري شري، وكيخرج بزاف، وكي زعما وكيبقى مده طويله. المهم شنو غادي نحتاجو لهذا المسحوق؟ غادي نحتاج هنايا جوج صابونات. انا هنا عندي صابونات ماشي كبيره، ما عرفتش شحال كان غاميك، راه ماشي كبار زعما، يعني تقدروا الا ما كانوش هادو، كانت عندكم وحده كبيره، ديروا غير وحده كبيره، وحده كبيره راه يعني فيها تبارك الله فيها الخير. عندي كيف ما كتشوفوا جوج صابونات هكا ديال الحجره، كيف ما كنسميهم صابونه الحجره، اي نوع ديروه اللي بغيتوا، لا كان حتى من السم بالخزامه ولا الحامض، يعني تقدروا تستعملوه. هنا عندي كاس ديال الخل، كاس ما عامرش تاع الخل، هذا الخل عندي انا تاع التنظيف، يعني حيت عندي درته، اما غير خل العادي راه زعما يليق ليكم، غير يكون بيض بحال هذا الشكل. هذا هو اللي درت انايا، كان عندي هنايا جوج قرعات. المهم هذه كانت طاحت ليا، راه تعوجت، هي اللي خديت منها. هذا تاع التنظيف، مي يعني غير خل ابيض عادي راه ديروه. هنا عندي تقريبا نص زلافه ما كاملهش تاع الملحه. بالنسبه للملحه علاش غنديروها؟ لحقاش معقمه باش كتحيد، لا كان هكا الحوايج فيهم شي حاجه هكا باش تعقمهم. هنايا عندي نص زلافه تاع البيكربونات. هنا عندي الحامض، حتى الخل هو علاش كنستعملو؟ على حسب التعقيم، لحقاش هذا عندك الملحه والخل كاع زوينين هكا، تيحيدوا داك الميكروبات وداك الشيء. هنا عندي الحامض، هادو عندي جوج حامضات هكا باقين مدايرين، وهاد الطروفه كديرهم في الكونجيلاتور، من بعد المرات كيشيط ليا هكا الحامض. هاد اللي هادي البارح استعملتها، كنت درت بها كوماج اللحمي، كنت عملت مع القهوه. المهم هادو كونجلي، لحقاش ملي كيشيط ليا كشيطه فشي حاجه ما كنلوحش كنخشي في الكونجيلاتور. وتلا فحال لا كنتو درتو الحلوه ولا شي حاجه، وشاط ليكم شي حاجه من الحامض، ما تلوحوهاش ديما، خشيو في الكونجيلاتور باش هكا كتستافدوا منه شي حوايج هكا. المهم هادو واش غادي ندير ليهم؟ المهم نكمل معاكم داكشي اللي غتحتاجو. غتحتاجو ثاني حكاكه عاديه هكا اللي كنحكو بها الخيزو وداكشي. غتحتاجو لهاد الطراب اليدوي، غنحتاجو هادي، اي حاجه هكا اللي غادي نخلطو فيها. وهنا تقريبا جوج لتر تاع الماء سخون، خصو يكون فريمون سخون، غير مغلي، لحقاش خاص باش الصابون يدوب لينا فيه. المهم شنو غادي ندير دابا؟ غادي نمشي غنحك هاد جوج صابونات في الحكاكه، وهاد الحامض غادي نديرو، هادو غناخد ليه الماء بعدا ديالو هو الاول. انا دابا هذا غنسمو بالحامض، والحامض حتى هو راه كيف ما كتعرفوا يعني كينظف، على حسب حتى الشيء اللي كنديروه، نحكو على الحمنه كيبيض، اللي كيحيد كيعاون باش ينقي لنا الحوايج ولا هكا اللي ضغار ولا داكشي اللي غنصبنو، وتا هويا مزيان بالنسبه للتعقيم. المهم هادو غادي نعصرهم اللي فيهم الماء، حتى هذا راه يعني باقي فيه شويه الماء، غادي نعصر، ناخد العصير تاعو، وداكشي اللي غيشيط ليا غنديرو يتغلف في كاسرونه مع الماء. صافي غادي نحك قلت لكم هذا الصابون، ونرجع ان شاء الله معكم.
صافي. المهم البنات هاني راه درتهم حكيتهم دوك جوج صابونات ها نتوما كي كيولي. نسيت ما قلتش لكم واحد اللعيبه البنات هنا ملي تبغوا تحكوا الصابون من الاحسن دهنوا سميتو دهنوا الحكاكه باش ما يبقاش هذا الشيء لاصق، يا اما بالزبده ولا بالزيت ولا بهذيك اللي كيديروا رجلين سميتها كاع نسيت على سميتها سميتها كاع مشات لي السميه ديالها. عرفتي البنات رقصات ومشيت قلبت عليها لحقاش ما بغاتش تجي ليا نهائيا سميتها. مهم الفازلين مشيت قلبت على الحك. المهم دهنوا الحكاكه بشي حاجه هكا عاد حكوا سميتو عاد حكوا الصابون لحقاش كيبقى لاصق هنا عرفتي كيعصب باش يتحيد. راه نسيت انا نسيت ما درتهاش ما درت لا. المهم ضروري دهنوا بشي حاجه باش ملي كتجيو تغسلو دغيا كيتحيد داك الصابون ما كيبقاش لاصق. المهم دابا شنو غندير ها نتوما عندي الصابون دابا محكوك غادي نزيد عليه هاد الماء ها نتوما كيف ما تشوفوا الماء غالي مغلي 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 مزيان يكون زعما حتى صافي. انا عندي هادي حيت ملي كيغلى مزيان كتطفى بوحدها. المهم ولا ديروا مقراج ولا اللي كان صافي. المهم اش غنبدا نديرو دابا غتبقاو تحركوا فيه هكا بقاو تحركوا 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 حاولوا هاد كاع هاد التخربيق هذا يذوب اللي فيه. وعندكم البنات مع راه طيب عرفتي سخون ما تمشي يترش عليكم ولا شي حاجه مع الزربه صافي بقاو تحكوا تيبدا هادشي كامل غادي يذوب. المهم انا غادي نبقى نحرك وان شاء الله نرجع معكم باش ما يجيش الفيديو طويل. صافي ها هو البنات راه داب ها نتوما باش كتعرفوا داب ملي كديروا ما كتبقاو حتى شي حاجه هنايا لاصقه وكنحس بيه كنحس بيه بلا راه ولا غير ما ها نتوما شنو بقى حتى شي حاجه. علاش حيت الماء درتو فريمون سخون بزاف ملي كديروا الماء سخون بزاف كيعاونكم. دابا اش غندير البنات غادي نشد هذا الشيء غادي نغطي عليه غطيو عليه باي حاجه واش بغيتو فوطه ولا زيف ولا بابي الومنيوم ولا المهم انا عندي بابي الومنيوم غادا نغطي عليه ونخلي هاد الشيء حتى يبرد. من غيبرد غيولي فحال واحد الكريمه غيولي عاقد عاد ان شاء الله نجي نكمل معكم الوصفه. المهم بغيتو ديروه فحال دابا ديروه تقدروا ديروه هاد الشيء ديروه بالليل وسيروا داك الساعه الناس حيت فريمون كياخذ شويه الوقت مينيموم خاصو واحد ساعتين ولا ثلاثه ولا المهم تقريبا هكا باش فريمون غادي يبرد مزيان وغادي يولي هكاك كيولي. دابا تشوفوا واحد زعما كيفاش لا تيكستور تاعو كيفاش غتولي. دابا راه درت راه الحامض كيغلى مع الماء حتى هو ان شاء الله غادي يبرد ملي غادي يدير فحال غيتسلق باش يولي رطب غادي نخليه يبرد وغادي نطحنو في الطحانه غنطحنو بكل شيء ليه لحقاش باش بلا ما نضيع شي حاجه ديال داك الجلوف تاعو ولا شي حاجه غنطحن حتى الجلوف بكل شيء داك الشيء غادي نطحنو في الطحانه باش ان شاء الله حتى هو نستعملو في هذا المسحوق. المهم انا غنخليكم دابا غنمشي نقضي شي حاجه نمشي نقرا نفصل واحد الجلابه بما يبرد صافي ونرجع ان شاء الله صافي. المهم كيف ما كتشوفوا معايا هو راه بدا كيعقد ها نتوما ما بغيتش نخليه كثر ولا خليته كثر كيولي فحال واحد الكريم هكا وخاص عاوتاني غنبدا نفك فيه بشي حاجه اللهم نخليه هكا. المهم راه برد حيت لا درتوه بالليل وخليته حتى الصباح كيزيد مازال كيعقد مزيان. انا هكا صافي هكا مزيان جاني مزيان راه بارد. المهم غادي ندوز بعدا نطحن هاد الحامض اللي درتو يتسلق مع شويه تاع الماء وان شاء الله وندوز نخلطو صافي. المهم البنات هاني طحنتو ها نتوما كيفاش كيجي اللون ديالو مع فيه هذاك الحامض بالقشوره. المهم كيف قلت لكم ما حيدتش القشور طحنت كلشي. دابا اش غادي ندير غنحاول نخلط هادشي كامل غادا نصفيه باش ما يبقاش ليا يهبط يعني غير هذاك الليكيد تاعو ما يبقاوش ليا دوك الطريفات هكا ولا واخا طحنتو مزيان عرفتي واحد الريحه زوينه طالعه تاع الحامض واعره. فوالا انتم البنات هاني كنصفي فيه كيهبط غير ديك الميه ديالو شارب بقى مزيان بقاو هادو الفايتاتان العضيمات ما حيدتهمش. المهم صافي كيهبط ريحه واعره ديال الحامض
شوفوا الا بغيتوا تزيدوا زيت الاساس تاع الحامض زيدوا، انا كنت حامله ما نقدرش نستعمل زيوت الاساس لحقاش واعرين مجهدين بزاف ما نقدرش نديرهم. الا بغيتوا يكون ديك الريحه نيت مجهده ديال الحامض تخرج في الحوايج زيدوا قطيره تاع زيت الاساس حتى 20 وبقاو تستعملوه ديما سميتو هكا شي حوايج هكا تفر سميتو ملي تبغات تجفو ولا هدا ديرو قطيرات ولا المهم كينفعو دوك الزيوت تاع الخزامة تاع الحامض وكلشي. أنا كنت كنديرهم إذا ملي حمص مبقاش كنستعملهم، باقي عندي غير تاع القرنفل كنت كنديرو بعض المرات لولدي كضرو الدروس عندو مشكل في ديما بدا كضرو الدروس ديالو مفرتين كيضرها كندير فيها شوية كتكالمي ليه هداك الدرسة. المهم دابا اش غادي ندير، غادي نزيد الشيء الاخر صافي نحرك هادشي مزيان. انا درت لكم هذه باش يبان لكم مابغيتش ندير بانيو تاع الميكا ولا هذا باش يبان لكم كلشي هادشي اللي كندير. شوفوا على اللون شحال زويون اللون صفر زوين كيجي. صافي المهم غنزيد العصير تاع الحامض نزيد الخل هادشي راه كيبدا يكشكش الى ملي غنزيد البيكربونات. راه خديت البنات خديت واحد شويه من هذا فاش طحنته مع الماء وزدت شويه تاع الملح وشويه البيكربونات وشويه هذاك اللوجي تاع السيترون ومشيت درت ماشينه صبنت عرفتي الفاط يخرجوا فنين خرجوا والله الا خرجوا عرفتي مقيين كاع داك بين الفرق صراحه. والله انا شنو كنستعمل مؤخرا ملي ما بقيتش درتو مع اللحم وداك الشيء كنت يعني ما كنديرش داك الشيء بزاف كنت كنستعمل هذا وما كنستعمل والله العظيم الا دابا الفاط خرجوا لي احسن من بهادو ما بغا جربوه ان شاء الله راه غادي تشوفوا النتيجه زعما نتيجته زوينه فكيخرج الحوايج زوينين. غنزيد الملحه صافي دابا غنزيد البيكربونات. ملي غنزيد البيكربونات داكشي غيكشكش كتولي واحد الكشكوشه الغيوه الفوق حيت داكشي كيتخلط هكا البيكربونات مع الخل وهذا صافي. المهم ها هو راه تقريبا وجد. دابا اللي بغات فيكم تزيد مسحوق نيت تاع الصبعين تقدر تزيد كاس منه الا بغيتو تزيدو باش يعني باش يكون هكا ندير مي غير هكا راه نورمالمون هكا راه كيخرج الحوايج زوينين صافي. المهم ها نتوما كيفاش شفتو كيفاش ولا مكشكش مع البيكربونات داكشي كيتفاعل شو كيولا صافي. دابا ها هو وجد كتديرو في شي حاجه هكا شي قراعي ولا المهم بغيتو تدوبلو الكميه راه كدوبلوها. المهم هذا تبارك الله راه كيدي راه كيصبن شحال مره يعني غيصبن لكم. انا دابا حيت ما نقدرش نستعمل زيت الزيوت الاساس من الاحسن يعني ديروهم باش فحال بغيتو الريحه ديال الحامض. انا اش كندير ملي كنصبن كنزيد واحد شويه ديما كنزيد شويه من هاد الهضره ديال هذا كنجفف بهم مي فيهم واحد الريحه زوينه مره مره هانتوما عندي في عندي في اللوان مره مره كل مره ندير اللوين هكا على حسب شنو عندي وكنزيد واحد شويه باش كيطلق ديك الريحه زوينه في سميتو في الحوايج. المهم راه كل واحد والريحه ديالو كي دايره. هذا تا هو ريحته زوينه هذا في تيركواز تا هو ريحته زوينه ما بقاش ليا واخا كنت كندير هادو. هذا ريحته زوينه الزرق على اريان هذا ريحته واعره هذا ما عندوش فرانشمون ما كتعجبنيش ما عندوش شي ريحه اللي مميزه داكشي كنزيد هادو. دابا نيت نقدر ملي يعني ملي ندير بغي نصبن نزيد شويه من هذا حيت ما نقدرش نزيد نقوي ريحه الحامض. فوالا المهم نتمنى تعجبكم هذه الوصفه وجربوها. والصراحه بالنسبه يعني راه اقتصاديه لحقاش كيف ما كنعرفوا لي برودوي تاع الميناج سورتو تاع الحوايج كيكون غالي. المهم هذا من الاحسن خليه للحوايج الا بغيتو ديروا به يعني تجفوا به ولا شي حاجه تزرابي حكوا الزرابي يعني راه يحك لكم زوين. المهم الا عجبتكم الوصفه جربوها وبارطاجيو مع اللي كتعرفوا وديروا لي لايك وشكرا ونقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. خليتكم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.